أهلا بكم مشاهدينا. دخلت مغنية البوب الأمريكية بيونسي التاريخ بعد أن أصبحت الفنانة الأكثر حصولاً على الألقاب في جوائز غرامي التي انطلقت عام 1959. وفازت بيونسي بالحفل الذي أقيم أمس الأحد بأربع جوائز ليصل مجموع جوائزها إلى 28 جائزة. وبيونسي هي أكثر الفنانات التي تم ترشيحهن للغرامي في تاريخ الجائزة الموسيقية، حيث نالت 79 ترشيحاً في المجمل، وتصدرت القائمة هذا العام بتسعة ترشيحات. بالمقابل فازت تايلور سويفت بجائزة ألبوم العام عن فولكلور، وأصبحت بذلك أول امرأة تحصل على هذه الجائزة ثلاث مرات. نبقى مشاهدينا في حفل توزيع جوائز غرامي بنسختها 63، حيث حازت ابنة المغنية بيونسي بلو آيفي البالغة 9 سنوات على جائزة غرامي لأفضل فيديو كليب عن الأغنية المصورة براون سكين جيرل. وبذلك أصبحت بلو آيفي ثاني أصغر طفلة تحظى بالجائزة، ولم تظهر النجمة العالمية وطفلتها معا في الحفل الافتراضي الذي شهد مزيجا من العروض المسجلة والحية من تقديم تريفر نوا. All of the beautiful black queens and kings that continue to inspire me and inspire the whole world. توجت أغنية لا أستطيع التنفس أو I Can't Breathe للمغنية غابرييلا ويلسون المعروفة بهير بجائزة غرامي كأغنية العام. وكتبت ويلسون الأغنية للاحتفال باحتجاجات حركة حياة السود مهمة في الولايات المتحدة الصيف الماضي بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد شرطي. وقالت ويلسون بعدما صعدت على المسرح: تذكروا، نحن التغيير الذي نريد رؤيته في العالم، وتلك المعركة التي اكتشفنا فيها أنفسنا في صيف 2020، علينا أن نحافظ على نفس هذه الطاقة. نبقى في ذات السياق مشاهدينا، حيث شهد البساط الأحمر لحفل غرامي أوردز بنسخته 63 حضورا لافتا للنجمات لنتعرف على أبرز الإطلالات. النجمة تايلور سويفت دخلت التاريخ وتألقت للمناسبة بفستان قصير من توقيع دار أوسكار دي لورنتا، ونسقته مع حذاء باللون الزهري من لوبوتان شوز. النجمة بيونسي التي دخلت أيضا التاريخ أصبحت أكثر نجمة حاصلة على جوائز في تاريخ الغرامي، تألقت للمناسبة بفستان أسود حمل توقيع دار سكاب باريلي. وحافظت المغنية بيلي آيليش البالغة 19 عاما على وفائها لدار غوتشي، وارتدت للمناسبة بدلة واستعادت الطبعة نفسها على قبعتها وكمامتها وحتى على أظافرها. أما المغنية الأمريكية جيني إيكو فاختارت فستان وردي ضخم يحمل توقيع دار جامباتيستا فالي. كان هذا كل مدي الليلة مشاهدينا، وعودة إلى الزملاء للختام. يعطيك العافية. إذن مشاهدينا، مع هذه الإطلالات نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة لهذا المساء. فعلا ختام مسك مع هذه الإطلالات الرائعة لجوائز غرامي. إذن مشاهدينا، من الزملاء أحمد الفايز، هجر عبد الله، وأنا غوا إبراهيم، نشكر لكم متابعتنا ونلقاكم يوم غد بنشرة جديدة. بأمان الله.